بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن دولي الملك استودوني دي أتكي جوتان كسر وادة جمالك يوتوك أفتحن برونكشن برامي جلو واستمت جوت دقيقة دوك دوهود أي سوق القليان سيدا درستيت حدي أتكو أصبتها جمالك سي برامي جلو سي أين الكوسي ينكو صوبير جمالك سبسكريب سارو على مدك بلالك فرو برامي جلو كمسيكي دونان حدو الله إتمو قضوبة أتكو دوات دونت برامي جلو حيليغن وحساسي وحاكمنا مدحونا حسن شيخ محمود أي أتسي أدري دلك قدر وحكد البضيب مدحونا حسن شيخ محمود إلا كان الأحاديو سياسة دا إمكا قراءا وقرد حيسا إتوبيا يا صوماليا نكال الأحادية أيو قدر كد البضيب مدحونا حسن شيخ محمود إتوبيا يا صوماليا حديو مدحونوه دونيو إتوبيا إنو لهشيو محيطة هاي السببتا ومركي هوري دادك الصوماليين وقطر حان بحيي على ودى ويري إتوبيا يا صوماليين ودى حيسا وليبا إساقو إنا لغي إن صوماليا لبا أدو إلا دهي إتوبيا يا الشباب وحان دولو ساقي دورا أدسيقا مدحوينو هو دولة قدر أدري إيا وليبا حلقة أي كسر آدي وآد حساسوا قلب كاكوات أيا الوابو قدونتان حدو الله إدمو قلب كلمات مدحونا حسن شيخ محمود مدحونا جيبوتي إسماعيل عمر جيلي إيه وليبا مدحونا مامورك الصومالي لان موسى بيحي وحي كوكول بان كوهر رشيس كموران كايت صوماليا يتوبيا كان نحلقي مقالة جيبوتي إدالك جيبوتي أيضا كوران كاسي سدح جيسوت كأها أو أي داتكو أركيين وها كوران عن حبيراتين ندام قران نمو صلبة كولا حين أو وليبا سدح نين أو مقا إل صومالي أي كوكول بان أي واحد كذا شيء هالشيس أدرس أو بكذا عي أو مصبيح إيوه لبا أبي أحمد الأحمري ما أنت ضدكوا حيقول الجيران إن مركهارة هالشيس كسي أوكي من إن حسن شيخ محمود السلام مركعنا ملحوينه أولي قوت خيليو إن هالشيس كسي لفليو بقول كي بس عشا وحنا بعدد كصومالية دنا نسوافجيو أتسي جمال تقدر أدري ملحوين حسن شيخ محمود شركة جيبوتي كان عي قبل جبدي السنة كي تجا لبكوني يسدح إلى معتن بيشي ديسمبر الشيس كي جنوا وري لبكون لمعتني أفر الدسابو كل أحمر المصبي هي أبي أحمد أنت ما حريك إليه أي من ميت أكر نجليه دونا حطوا الله إتمو جراد جامع جراد علي جراد كجود يقول كأساسية قاتم أي دجنين أذك أدري مامر كسومالي لم وحاول شعك قاضي إن دجنين تاسي أي سل كل هذا هاي قرشة دجال أو أي سومالي لم قبقا بين أيسو وليبا جرادكو وركي سواء عديي وحندول استاقي دونا قوانك جراد جامع جراد علي دقنينتا إيو وليبا نيلا ضحن بارسن ون آد وإفتيبي دونا حدو على إدمو إتو برامج سعود وقت وعن بالي دير الجينيا مالك الروح اللي دكونا قليني يا برامج دو استبتشوب سيدا درتيد ما دام أي سي استبتشوب أسو قليان فضلا كم من نقو صاحب بدكو حران جانالك سبسكرايب سارو على مدى كبرا الكفرو برامج هو ساعد لي ساعد كستر برامج أصب أي سوق لي تاسو كدقن إن أي ترد برامج هو يقل أفر بديهين مركسي أبو من نقطة صاحب هذا من مد أداولة فضلا جرد كسبسكريب سارو على مدى كمرا الكفر سوق لي ملحونا حسن شيخ محمود أي هرت مركا كواد وحا ونروي كراك المي وزيرك عرمها دمدة دولة قبر وحي كواد هلين عرمكو أدن إن أي دولة صومالية أب أدرين يسو إن هشيس إيا وضحظ البا لوفرو إثيوبيا يا صوماليا سيدا درتين دولو دا قدر كعصريو إن أهنتا سيد كلا لكرا بحقرو أو أي أبي أحمد نعي لهلان أساقنا أوديان ويها الشروط كستا أو هشيس كاسي كوصا عيسان وحو ملحوينو الشغي إن مركي غرابة أو ملحوينها عدسي بسوا أوصالك كو هايو إن أوريز الوزارها إثيوبيا قرشان لوذا الدياريي أو أوي إيدان كا هقاميها صوماليلان وحوري هشيس كي جنة وريكاد عاي مقالة الاتس أبابا وحيكو قروح بدنايد إن أن أريقا إيو أبي أحمد أكو ذا هشي نبطا يأبنك الصومالية إلي حسن شيخ بضي أنو ما إلا لين هنا وحو دي دنا هشيس كموسى بيه الوصيح وحو يلو وحيكو هبوني وماشو قالت كاكا قلو لي هاي أبي أحمد با قالت إيه قلي وحنكو هشيني وبلانتو أحيد إن هشيس كمقدشي أدس أبابا ورحمرو أريقا إيا أبي أحمد أكو ذا هشي الشيس كي بقوة عيبو يلوه قاميها هرقيسة وحاونا تاكو سريي إن أي تاي قلد كي أقبع حد وينا وحينا لو شيغيي إتوبيا وا أدوين إتوبيا وا
اللي بدأ عدو الصومالي اللي هذا هي وحيبة هيبة دقالها موسى وهيليو أرجع الله إيشيو بد يطلب أنا صحيحية مساجد كل كوي اللي بده تويده في الصومالية ما يقدم أي وكلها من حوالي حسن الشيخ محمود الله كعو إيتوبيا والله دقال ما ينير ما ينو اللي مبا قرشوها شركة جيبوتي كذا عين قبل قبل دي سنة كيت قال بكون يصدح يلا باتن وصدح جسودها والنظام قبيلة هلو وضع فردية إن هشيس كسوء هبطة الصومالية قيب كميدة إلا سيئة إتوبيا إتوبيا إن هشيس توصل لك شو دولة دلحة فدرالك الصومالية قيب ما إيكا هاتو مامور كالصومالي لان سيما بلحان الله سيئة قيب تولا دولة دلحة أي قالتو إنت بدا نقالها لكن أهلتو بحاوئي موسيقى بيحي أوسي توصل لحريري رجوزارة بي أحمد تاسنا إيكاتي إشيس دعاي جنوري لبكو لباتري أفر وانا ميش وحصل شيكا عروضي مركا كواد مركا وحي كل مين نوروي كل مين وصيرك عريما هدبدو دولودة قدر أهلين تاسا إيو أتسي أهان قدري إنو لولي قاسي بقر كقدر سي هل كاسي إشيسكو أفرستو هل كاسا مكا إشيسكي حصل شيك محمود وكا قاضي لنقيي مقالة دا دوحة إدالك قدر عدسي قسمه حلويري مدحوين حسن الشيخ محمود بارتانيليا إن هشيس لك لنحنقو دولدها إثيوبيا إيا الصومالية تاسمعني هلوه وحي كان إقام تاين إنو قادو دانيليا مدحوين حسن الشيخ محمود هشيس كاسي نحمرا أبي أحمد إيا ساقعا تاسمعني هلو وحوهي وقلو دخي إنتان لأيك وانا نسيب درو إن دولد دينا لوو شري إن إتاي عدو بينا ما أنت هشيس كيدي لغاديو وحينا قيب كتاحي قيانو يكلو مليقو مدى الصومالية وحيكو ساقرا qorshaha wada hadalka waxa shaqo codsaday ku sameysan Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda haduu Allaah idmo dhinaca kale garaad jaamac garaad Cali garaadka guud ee dhulka SSC qaatumo ayaa shaqo ka qaaday digniin adagna hawada u mariyay maamulka Soomaaliland wuxuu ku sheegay digniintaasi in hadii dagaal dhaco dagaalkaasi uu noqon doono mid dib ku ah maamulka Hargeysa wuxuu yiri annaga dhulkeena baan u joognaa dulkeenna inna uga heebaysan mayno dulkeenna si nabada u haysanayna ama u joogayna walaalayaalo dulkeenna iimaansada oo isagu dulkeenna ku ekaan hadii dulkeenna aad ku ekaan weydaan oo ay dhacdo inaad duulaan soo qaadaan waxa uu garaadku shaac ka qaaday inayna gacmaha laaba doonin SSC qaatumo isla markaana iska aabin toos ah oo keeni karta cawaaqib xumo ku timaada dulkaasi maamulka jabhada SRM ay ka dhalan doonto halka wuxuu hoosta ka xariiqay inay tani tahay xanuun inteeda la'eg hadii aynan ka digtuuraan sida uu shaaca uga qaaday garaadka maamulkan hadda Soomaaliland ee gabagabada maraya haddaba go'aanka iyo hadalka garaad jaamac garaad Cali wuxuu ku soo aaday xilli ay diyaarinayaan maamulka Hargeysa duulaan qorshahoodu yahay mar kale in ay ku qabsadaan dhulkii SSC qaatumo waxa ka harsan doorashada Soomaaliland waa wax ka yar shan bilood waxayna micnaheedu tahay in hadda duulaan hadduu dhaco ay saameyn ku yeelan doonto dhulka hadda nabadda ah ee isaga uu leeyahay in Britain ay noqon doonto dhul colaadeed oo dibna looga qaxo horey ayay garaadad uga hor istaageen SSC qaatumo inay ka tallaabaan xadka labada maamul hase yeeshee dagaalkan hadda ay Soomaaliland diyaarinayso ayuu garaad jaamac garaad Cali ku sheegay in aan gacmaha laga laaba doonin garaadaduna aynan hor istaagi doonin ciidamada hadday xabadu bilaabato waxay ku soo kordha xaaladdaasna waxaan kugula wadaagi doonaa barnaamijyada soo socda haduu Allaah idmo intaynu barnaamijka midna midna ku kulmi doono waa balwaar weydiin leh meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo.